في غضون ذلك تمكنت الحملة العسكرية التي تنفذها قوات مشتركة من الجيش والأمن مسنودة بسلاح الجو ضد مقاتلي القاعدة في محافظتي أبيان وشبوة من توجيه ضربات موجعة للتنظيم تكبد على إثرها خسائر فادحة في وقت سيطر الجيش على أهم المعاقل التي كان يتمركز فيها عناصر القاعدة لا سيما في محافظة أبيان. معركة الجيش اليمني ضد تنظيم القاعدة في جبهتي أبيان وشبوة ستكون فاصلة وخسارة الإرهاب حتمية هذه المرة، فمنذ بدء الحملة العسكرية على جبهتين نجحت قوات الجيش مسنودة بسلاح الجو من تسديد ضربات شديدة وموجعة إلى تنظيم القاعدة. ففي محافظة أبيان تمكن الجيش من اقتحام أهم معاقل التنظيم في منطقة المحفد والمعجلة والسناج وقتل عدد من مسلحيه بينهم القيادي أبو إسلام الشيباني. وفي محور عزان بمحافظة شبوة المجاورة دخلت الحملة العسكرية مناطق تواجد تنظيم القاعدة بعد قتل العشرات من مسلحيه في وقت تواصل التقدم باتجاه السيطرة على آخر المواقع التي يتمركز فيها عناصره في منطقة جول ريدة بمديرية ميفعة. الطيران الحربي دخل خط المواجهات بالتزامن مع تدشين العملية العسكرية الثلاثاء الماضي، حيث تشن مقاتلات من سلاح الجو غارات متقطعة ونوعية على معاقل القاعدة ومعسكرات إعداد المقاتلين في مناطق الجنوب والشرق. رسائل عدة حملتها النتائج الأولية للعملية العسكرية التي تخوضها قوات مشتركة من الجيش والأمن ضد مقاتلي القاعدة في محافظتي أبيان وشبوة، أهمها أن الجيش عقد العزم على كتابة نهاية أسطورة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. سيف الغرباني، اليمن اليوم. وللمزيد من الايضاح ينضم الينا هنا في الاستوديو المحلل العسكري الدكتور امين الحذيفي. بدايه اهلا بك دكتور امين. مرحبا بكم. كيف تقرا سير المعركه بين قوات الجيش ومقاتل القاعده في محافظتي ابيان وشبوه خصوصا مع تدخل سلاح الجو هذه المره في تكبيد القاعده ضربات موجعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خدام الانبياء والمرسلين ما بعد. اعتقد ان الجيش دخل هذه المعركه في وهو متسلحا بتجربة قبل سنتين تقريبا، يعني كانت هناك معارك مشابهة، أيضا الاستفاف الجماهيري والشعبي، أيضا سلاح الجو يبدو أن المد الشعبي ضاعف من غلة الدولة من المعلومات الحقيقية عن أماكن ومخابئ و عتاد هذه العناصر، مما جعل تدخل الطيران يعني ناهيك عن أنه حماية مظلة للجيش البري إلا أنه يسدد ضربات وقائية قبل الهجمة البرية قبل المشاة. ثم الأخطر والأهم من ذلك أن سلاح الجو ربما أنه يوجه ضربات للفارين من عناصر تنظيم القاعدة. طيب هنالك من يقول بأن المعركة هذه المرة ستكون فاصلة، إلى أي حد هذا الكلام حقيقي على أرض الواقع؟ ربما هناك إجماع من وطني ضد العناصر الأجنبية في تنظيم القاعدة والتي ركز عليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بما نسبته 70% من العناصر المستهدفة أو العناصر المطلوبة الفاعلة في تنظيم القاعدة. أعتقد أن الإجماع حول التعامل مع العناصر الأجنبية موجود ولا يوجد أي ذريعة أو خط رجعة في هذا الاتجاه، لكن بالنسبة للعناصر اليمنية أعتقد أنا بأن الالتفاف الشعبي سيؤدي إلى يعني توقيف التغرير بعناصر جديدة بالانضمام إلى صفوف القاعدة وبالتالي انقطاع المدد البشري. أنا أتمنى أن يؤتي هذا التدخل الشعبي ثماره في الإعلان عن عناصر يمنية في صفوف تنظيم القاعدة الذي يقودها هؤلاء الأجانب بأنهم عادوا إلى رشدهم وأعلنوا الانضمام إلى أو العودة أو تسليم أنفسهم طواعية إلى الدولة. أظن أنا أن هذه المرحلة يجب أن تكون وأن تتم حتى نأمن من عودة تنظيم القاعدة من جديد، لأنه طيب القضاء بهذا الشكل لا أظن هناك أحكام قضائية، هناك المواجهة القضائية
لم تكن بالحد المطلوب. طيب، ما الذي يميز الحملة الأمنية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة هذه الأيام عن ما قامت به في المرحلة السابقة عندما طهرت أبين وشبوة من القاعدة؟ إذن ما الذي يحدث الآن في الساحة ونحن نطهر أبين وشبوة من جديد؟ فيما سبق كان هناك أنصار ومتعاطفين كثر مع تنظيم القاعدة وبمسمى جديد اسمه أنصار الشريعة، لكأنما المكافح لتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة آنذاك سيجد نفسه نقطة في أو قطعة بسيطة تسبح في بركة عائمة. لكن الآن جاءت هذه الحملة وهناك توجه شعبي وتوجه سخيفة من أن تعود هذه الخلايا كما كانت من قبل لتعلن إمارات إسلامية، ثم ومن ثم التخلص منها سيكون مقلقا ومرهقا ومكلفا لأبناء المنطقة نفسها. الآن هناك فاعلية في صقور الجو، أعتقد أنا بأن الآن المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية موحدة ضد تنظيم القاعدة، لا يوجد هناك انشقاقات. على ضوء المؤشرات الأولية، هل يقترب الجيش من الحسم؟ شوف، الحسم في منطقة معينة لا يعني الحسم ضد تنظيم ذو فكر وبعد عقائدي، بمعنى أنه لابد من إجراءات أو مواجهات أخرى، في مواجهة سياسية، في مواجهة قانونية وقضائية. يعني عندما أنا أستغرب عندما تصدر أحكام قضائية في حق من ارتكبوا مجزرة السبعين أو غيرهم، يعني أنه من سنة إلى خمس سنوات، أو الذين استهدفوا القائد قطن أنه 4 سنوات وخمسة عشر سنة، وربما هذا يسيل اللعاب أنه من الآن إلى 15 سنة ربما تحصل متغيرات وربما تحصل فتحات أو فجوات في سجن ما فينفذ هؤلاء منها، وربما آخر خلية هي الخلية التي استهدفت رئيس الجمهورية فروا كلهم من السجن المركزي. بمعنى يعني الأحكام القضائية هل تعتقد أنها ساهمت في دعم القاعدة معنويا؟ معنويا، و يعني لا يوجد هو العقوبة، يجب أن تحقق الردع للمجرم والزجر للكافة. يعني العقوبة عندما تكون مهترئة ضعيفة تكون يعني ليست في مستوى خطورة الجرم نفسه، هذه لا تحقق الردع للمجرم نفسه ولا تحقق الزجر للكافة أن يسلكوا هذا المسلك. فنجد أنه المجرم أمام القاضي يعترف بأنه قتل وقتل وقتل وعمل، ويقول له عدنا بخرج وبقتلك كمان، ثم يأتي الحكم يعني مهترئ كهذا، ثم يدعون بأنه لا توجد هناك يعني إجراءات جمع استدلال صحيحة وتحري وما إلى ذلك. طيب، يعني مشكلة صحيح. شوف كم قتلوا من الجيش ومن الآن، إلى الآن لم يعلنوا الإضراب حتى يوما واحدا. صحيح. في ظل هذه الحملة العسكرية هنالك مساندة شعبية كما ذكرت أنت، وهنالك أيضا مساندة من الشعب اليمني تجاه هذه الحملة لتطهير اليمن من شر القاعدة. ما موقف الأحزاب السياسية؟ المؤتمر الشعبي العام قبل أيام يصدر بيان يؤيد فيه الجيش وكل عملياتها التي يكبد القاعدة فيها خسائر كبيرة، كيف تقرأ موقف الأحزاب السياسية؟ الأحزاب السياسية الإجماع موجود، وإن كان وأظن أن الإجماع جاء يعني خوفا أيضا من الخارج أكثر مما هو خوفا من الداخل. أذكر أنا في الحملة السابقة التقى بالأخ رئيس الجمهورية مجموعة من كبار يعني هيئة علماء اليمن، وعرضوا عليه يعني وقف إطلاق النار السابقة، ولكنه يعني هو نوه لهم بأنه أنا ممكن أنتوا تفاوضوني أو أتفاوض مع عنصر إرهابي يمني، لكن العنصر الأجنبي فهم قد أقروا من ذلك اليوم بأن العنصر الأجنبي لا شأن لنا به، نحن لنا أبناؤنا الذين ممكن نحاورهم ويعودوا إلى رشدهم، ولكن الأجنبي الضوء كان أخضر للقيادة السياسية بأن تتعامل معهم بصيغة الحسم. طيب، الآن أعتقد أنا بأنه يجب على هؤلاء على العلماء والذين يعني يجدون أن لهم منفذ أن يقوموا بعمل وقائي من الآن، من شأنه أولا إقناع من كان عنصرا يمنيا ولم يرتكب جرائم حتى الآن أن يسلم نفسه طواعية، وهذا يشوف الأحكام القضائية ليست مرعبة وليست مخيفة، ما يخافش يعني. طيب،
هل تعتقد أن الأيام القادمة ستشهد نهاية لهذا التنظيم، تنظيم القاعدة؟ تنظيم القاعدة تنظيم عالمي، والمكافحة عالمية، وهناك استراتيجية للأمم المتحدة. استراتيجية الأمم المتحدة هي المكافحة العالمية. لا توجد دولة بمفردها تستطيع. ولذلك شوف الرئيس الجمهورية كان يئن في خطابه الأخير من دور بعض أجهزة المخابرات وبعض الدول الصغيرة والكبيرة. يعني ربما أنه دولة تقول يعني عندي 300 عنصر، البعض منهم قد قتلوا، البعض منهم أنا، والبعض سيروحوا يتفجروا في اليمن مثلا. هذا يتنافى مع الاستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. يجب أن يكون هناك تعاون دولي، وإلا فلا يوجد النجاح بالشكل المطلوب. شكرا لك دكتور أمين الحذيفي المحلل العسكري، كنت معنا. دعا مجلس النواب